سهلا. شنو حي لك سيف؟ صافا لاباس؟ تري بيان الحمد لله. عجبني المنيو نتاع اليوم انا. باهي خفيف. خفيف ويظهر بنين. اما وينو؟ والصيف. اي. وينو نجربو؟ صافا حتى المعلم. طيب جيب لنا شويه لحم معلوش ونبداو. اي صحيت. دونك عندنا سلطة حمص وعندنا كبسة خليجية وكيك باللوز ولا ياغورت. أحلى دبارة مع الشيف داليا بودا. ولا سلطة حمص نفخوا الحمص نتاعنا من قبل بالنهار. نحاولوا نفخوه في الماء البارد مش في الماء السخون باش ما يحجرش. من غدوة الحي نحطوا الماء نتاعنا يغلي فيه شويه ملح وشويه كركم ونخليوه يطيب حتى اللي يطيب الحمص بالقدا بالقدا. من بعد باش نزيدوه كعبات فقوسك اللي يبداك الفقوسك الصغير الجيد هذاك اللي يبدا حلو مالي. دونك باش نقصوه رونداليت ونزيدوا عليه كعبات نتاع طوماط سوغيس ونقصوا عليه زاد شويه شبت وشويه الفلفل الاصفر هذاك اللي يبدا الكبير وبصل ناخذك الكعبات البصلك اللي شالوتك الصغار هذوك بالكل كيف كيف زاد نقصهم ونزيد عليهم شويه مايس ونعملوا لهم تيت صوص فينيغريت كيما قلنا بالبلزاميك ولا بالفينيغر الخل ولا باي فينيغر نحبوا عليه احنا غير فموتارد وشويه خل وشويه زيت زيتون وملح وفلفل اكحل خلطوهم بالكدا وهذا هي السلايطه نتاعنا. كان نحبوا نحطوا فوقها ترونش عظم شويه تون كريم فلفل برعبيد سينو نزيد نجم نزيدوا كعبات نتاع زيتون اخضر داكورد. بالنسبه لهذه السلطه نتاعنا سلطه فريشكه نتاع سيف فوالا. بعد عندنا الكبسه الخليجيه ولا السعوديه دونك معروفين بها برشا هذوما ويطيبوها بالقدا بالقدا ديما يعملوها في الحفلات نتاعهم ولا في رمضان ولا اللي هو دونك اول حاجه باش نبداو به هي باش ناخذوا تريفات نتاع الحم علوش باهي هما الاكثريه ياخذوك السوري دانيو هذيك الفاره نتاع العلوش. اي سينو كان نحبوا ناخذوا كتلات ولا اللي هو خاطر اي حاجه دبنا مي نحاولوا ناخذوك العلوش الصغير اللي فيه ساعه يطيب خاطر الروس فيه ساعه يطيب. اول حاجه باش نبداو بها ناخذوا الشقاله نتاعنا تكون واسعه شويه اللي هي باش يطيب فيها اللحم ومن بعد باش نزيدوا عليها الروز ونغطيه ونخليه يمشي سله سله دونك مستحسن ناخذوا شقاله كبيره. اول حاجه باش ناخذوا البصل ناخذوا كعبتين بصل وثلاثة مغارف زيت وكان نحبوا نزيدوا شويه سمنه مع الزيت باش يتقليو هذوما بالكدا بالكدا نزيدوا عليهم اللحم نزيدوا عليهم الملح والفلفل الاكحل وشويه كركم وشويه عود نتاع قرفه وشويه زاد كيف كيف الجونجومبر ونقليوهم دوب شويه وناخذوا كعيبه طماطم تبدا مقشره كيف كيف نزيدوها عليهم ومغرفتين نتاع طماطم معجون ونقليوهم ضربه صغيره بالماء نزيدوهم شويه ماء ومع كيف كيف زاد اوريقتين رند وناخذوا الروز نتاعنا نفخوه في الماء السخون هذا هنا واضح يبان كل شيء واضح باه. دونك نعطيوه تقليه صغيره لك اللحم هذاك ونخليوه يعمل لك الصوص اللي حاشنا بها ونهزوا الروز نتاعنا ونحطوه في وسط الصوص ونغطيوه عليه ما نحركوش برشا برشا خاطر الروز ما يحبش التحريك نغطيوه ونخليوه يبدا يشرب بشوي بشوي. دونك الحم العلوش طيب الروز ولا كل كعيبه وحدها اللون نتاعو يبدا على الاورانجي شويه دونك مو فوق كي باش نزينو نحطو الروز نتاعنا نحطو ترونشاتك نتاع الحم العلوش سوري دانيو كيما قلنا ويلا كتلات ولا اللي هو وباش ناخذو شويه لوز نقليوه شويه والحدين ماشي جواتني شي باش ناخذو شويه لوز نقليوه شويه ونزينوه من فوق باللوز وشويه زبيب كان نحبو دونك هذايا بالنسبه للروز نتاعنا كيف كيف زاد هما يحطوا من فوق شويه القارص الشايح زاد كيف كيف يبن بالكدا حتى ما جيبش حبيتش شهيك هذاك على التصويره هذا دونك هذايا بالنسبه للكبسه السعوديه نتاعنا داكورد. من بعد في الديسير خلينا نعمل حويجه خفيفه وفي ساعه في ساعه زاد كيف كيف تحضر 25 مينوت و 180 دوغري نخليو الكرفور نتاعنا يسخن ونبداو نحضروا كعبة الكيك نتاعنا اللي هي سهله 150 غرام فارينه وعليهم 100 غرام زبده 100 غرام لوز يبدا كنحبوا افيلي ولا اشتري افيلي واشتري ملحي و 140 غرام زبده ثلاثة كعيبات عظم كعيبه ياغورت ساشي نتاع سكر فاني وساشي نتاع خميره شيميك وواحد وشويه اموندي فيليب باش نزينوا بهم من فوق. اول حاجه باش نبداو بها اللي هي ناخذوا الثلاثه كعيبات عظم وال 140 سكر نخلطوهم بالكدا بالكدا. بعد باش نزيدوا عليهم الزبده تبدا اون بومات ونزيدوا عليهم كيف كيف كعيبه الياغورت ونبداو نحركوا بشويه بشويه. ونزيدوا عليهم زاده كيف كيف الشطر نتاع اللوز المرحي والشطر اللي فيليه هذاك باش نخليه نزينوا به من فوق. داكور. نزيدوا اللوز المرحي من بعد نصبوا الفرينه والباك والخميره. باهي. نخلطوهم بالكدا نخليهم فك المول نتاعنا بيان سور تبدا مدهونه بشويه الزبده
نحطهم في الفور كيما قلنا 25 مينوت ولا 20 مينوت 180 دغري كيبقى الكيك نتاعنا حاضر. تري بيان شيف ميرسي بوكو. عندك سؤال مهدي؟ كنحبوا نزيدوا شويه غله دابا صيفي بدون تعليق يا شيف. ها اي شيف تاعي عاد تاعي شيف عاد اي سبدي ديمونش الدنيا سي دلال بعد يلزمنا نلموهم الزوز مع بعض مش مقدويك غش مش قايل ايوا لا تقول ترسلوا في فطور نلموهم الزوز يلزمنا نلموهم الزوز. ميرسي شيف عاد بارا يعطيك الصحة. يزوروا سهلين هكا وانت تحكي يزوروا سهلين جربوا قولونا بعثونا تصور قولونا كيفاش طلع لكم البلا وكان عندكم أسئلة بيان سور تخليهم على الباج. احنا مازلنا معاكم حتىكش نص نهار باش نحكيوا على لي زاكسيسوار الصغار اللي باش يكونوا توندونس سنة عام 2021 فاصل نرجع لكم في الماك دي كانت.